الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات بالقاهرة ويشدد على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية. وكالة فرانس بريس تحصي أكثر من 4 ملايين مصاب بفيروس كورونا حول العالم. جامعة جونز هوبكنز تسجل 1568 حالة وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. الخامسة صباحاً، الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض المشروعات القومية بالقاهرة، والتقى مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات، حيث شدد على ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة. كما تفقد الرئيس كذلك مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة. وخلال الجولة التفقدية التقى الرئيس بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم، حيث حرص على الحديث معهم. أحصت وكالة فرانس بريس ما يزيد على 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم. وقالت الوكالة استنادا إلى مصادر رسمية أن أكثر من 3/4 الإصابات بالفيروس سجلت في أوروبا والولايات المتحدة، مبينة أن عدد الوفيات تخطى 277 ألفا، ومن بينهما 155 ألفا في أوروبا وأكثر من 78 ألفا في الولايات المتحدة. سجلت جامعة جونز هوبكنز 1568 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا. وقالت جامعة جونز هوبكنز أن الحصيلة الجديدة للوفيات بالولايات المتحدة تصل بالعدد الإجمالي إلى أكثر من 78,700 شخص، فيما أفاد وصول إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1,309,000 حالة. سجلت الصين 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم منذ نحو أسبوعين. وقالت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الحالات الجديدة حالتان وافدتان و12 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82,901 واحدة، بينما بقى عدد الوفيات عند 4,633 حالة. أكدت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1938 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 193 حالة وفاة. وتوقعت الوزارة أن تصل الإصابات في المكسيك إلى ذروتها في نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن مجموع حالات الإصابة وصل إلى أكثر من 33 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 3,500. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن 51% من السكان سيستعيدون جزءا كبيرا من حياتهم الطبيعية مع بدء المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا يوم غد الاثنين. وأضاف سانشيز إن 11 إقليما إسبانيا سيدخل اعتبارا من الاثنين المرحلة الأولى في إطار خطة من 4 مراحل لتخفيف العزل الذي فرض في 15 من مارس الماضي لمحاربة فيروس كورونا. قالت صحف بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن اليوم الأحد أنه سيتعين على كل المسافرين القادمين إلى بريطانيا البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. وأشارت التقارير إلى أنه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذين سيقضون فيه العزل الذاتي، على أن يتم استثناء القادمين من أيرلندا وجزر القناة الإنجليزية وجزيرة مان، إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون الإمدادات.
انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.